السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. ما مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد وبلان كما العاده جديد. صراحه هذا البلان شويه مختلف على البلان اللي قبل. ثلاث حوايج. الحاجه الاولى لانه بلا مونتاج، ما غتلقى فيه لا مونتاج لا والو، غير اذا كان شي حاجه فوق من الطاقه غنحيدوها غنحيدوها. ثاني نقطه واللي هي انه بلا سكريبت بلا والو، ما حدايا والو، داكشي في دماغي واللي في قلبي غادي نقولو. نقطه الثالثه واللي هو انه موضوع شويه حساس في المنطقه وما كيهضرش عليه الناس بزاف، واللي هو زواج ديال البنات في منطقة ديال تافيلات، وبالضبط في القصور ديال الريصاني والريصاني بالضبط. المهم هنا هنا فاش كاين شويه الاشكال. هذا الموضوع ايضا غنعطي فيه الراي ديالي انا الشخصي في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله، وايضا غادي نبين لكم بان هذا الموضوع غادي ياثر عليا حتى انا ملي غادي تشوف الاستاذه هذه القضيه. طيب بزاف حوايج. المهم نوصل لحاجه نقول لكم هنا غادي نضحك غير ضاحكين، وان شاء الله غادي نهضروا على هذا الموضوع من جميع الجوانب. نتمنى انكم تبقاو معايا في التلخر ديال الفيديو، وانكم ايضا تعلقوا وتردوا فيديوهات. المهم انكم تشاركوا مع هذا الفيديو بشكل من الاشكال. الشيء اللي كاين يمكن نتوكلوا على الله ونبداو هذا الفيديو، ناخذ هذه التجربه ان شاء الله. زواج ديال البنات في المنطقه ديال الريصاني والقصور ديالها، هذا الموضوع تقريبا موضوع لي شائك بزاف. المرات كنقشوا فيه، ولكن ما كاينش زعما اللي كيهضر فيه ولا كيتطرق ليه مزيان في الميديا، ولا اللي كيهضر عليه بزاف في الميديا، ومن الجانب بالخصوص ديال الزواج ديال البنت. هذا الزواج ديال البنت فيه بزاف د المواضيع. حنا غنختاروا غير الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم، هو اللي هو الزواج والمصرفه ديال الاب ديال البنت. شي لاخر ان شاء الله مره اخرى نهضروا عليه. هذا الموضوع الا كنتي ولد البلاد وعايش في البلاد ومزوج من البلاد، غتكون معارفه ومعارفه شنو كاين والتابعات ديالو. الا كانت عندك بنت ولا عندك بنت راك معارفه شنو كاين، ولكن الا كنتي ماشي ولد البلاد تقريبا او لا ولد البلاد وما ساكنش فيها، ما غاديش يكون عندك واحد الاطلاله كبيره. ولهذا غنحاول ان شاء الله قبل ما نعطي الراي ديالي ونقول شنو كاين، ان ندوزو المراحل ديال الزواج ديال البنت هكا على الخفيف ونهضروا عليهم شويه 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 شويه. اول حاجه ملي الولد كيبغي يتزوج والبنت كتوصل لسن ديال الزواج، فالخطابه كتكون معرفه بان كاين واحد البنت الزواج في واحد النقطه معينه، وايضا الام ديال العريس كتكون دايره يعني هذا شي حاجه نتخالو طاق طاق. المهم هي غاديه هكاك. كنكملوا المسيره وكيمشي كتمشي الخطابه ولا كتمشي الام ديال العريس كتعلم دوك الناس بانها غادي يجي هي ولدها ولا العائله ديالها باش انهم يشوفوا البنت على الله تعجب الولد. داكشي اللي كيكون كينوض الاب كتنوض الام ديال العروس، كيتكلفوا وتسلفوا باش انهم يديروا واحد الماكله ويوجدوا الماكله ويديروا ويقضيو ويقضيو الناس اللي راه غادي يجيهم في العشيه باش يشوفوا البنت. كيجيو يشوفوا البنت. غالبا 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 كانت زمان، دابا القضيه مابقاش الموافقه غير من الدري. الا عجبات البنت عجبات البنت وباها عجبو صافي كتاكسبت العرس. ولكن هاد الوقيته فاش حنا عايشين بزاف د الحوايج في هاد العراسات ديال المنطقه مابقاش كما كانت، ومن بينها انه هاد القضيه ديال ان البنت الا ما كانش عاجبها الدري ما كتزوجش. زعما الا البنت في هاد السنين الاخرى الا ما عجبش الدري ما عجبش البنت ما غاتزوجش به. شي بحال زعما شويه كانت القضيه اكسبتي غير من الاب والعكس. المهم كنقولوا ان السيد وباها ولا السيده توافقوا على الزواج صافي. اذا هنايا كنجيو لواحد حاجه اخرى واللي هي قطع الكلام. من بعد من الموافقه كيجي قطع الكلام. هذا قطع الكلام الدرك فيه او الواحد اللي كيهز تقل فيه بزاف وهو اب ديال العروس. علاش؟ لانه هو اللي كياكل لك عباد الله اللي جايين من عند العريس باش انهم يديروا قطع الكلام، كيكون يجيب لهم شويه مؤونه. المهم حنا ما نهضرش على العريس لان ماشي داك هو المجال ديالنا هذه الوقيته. العروس انا الاب ديالها هو اللي كيصرفوا، انه هو اللي كيخرج الفلوس اكثر من العريس. هي يعني انه زمان الا نهار كان تيبغيو يعقدوا، وبالخصوص اذا كانت البنت مستوفيه سن الرشد اللي هي 18 سنه، العقد كيديروا في دار ديال العروسه عاوتاني. عاوتاني الاب كيهز الدرك وكينوض وكيجد عباد الله وكيخلص وكيدير وكيفعل الماكله داكشي ديال العقيد. ربما العريس غادي يكون تيخلص لا سميتو زون ولا سميتو العقد ولا اللي عقد القران، ولكن الاب هو اللي عاد كيصرف وكيخلص الماكله ديال الناس اللي راه ما غايجيو لعندو. راه دائما كيكون العريس كيهز شويه ولكن تيكون الدرك على الاب ديال العروسه. واخا
هنايا غادي نجيو النقطه اللي هي شويه حساسه واللي هي شويه قاسحه. من بعد ما كيوقع عقد القران، من ديك اللحظه حتى الزواج تنهار العرس، والاب مسكين في واحد عايش في واحد الدوامه سميتها، خصو يجهز ديك البنت عنده، يجهزها الى الزهاج. هنا كينوض الاب، كينوض يتسلف ويتكلف باش انه يجهز البنت ديالو، المهم دي الزهاج ديالها. والزهاج كيتكون من اتات ديال ديك البيت فاش غتسكن بنته، من احت الزيت، وايضا الذهب، وايضا بعض الملابس اللي ديك البنت ديالو. بيت كامل الاب كيزهجها من كاترياتها، من باريوها، من طباصلها، من كاينين شي ناس اللي وصلت بهم المرحلة انه كيجيب لبنته حتى هذيك البوطه كيمشي يجيب دار العريس، غتلقى عندها 100 بوطه، هو كيمشي يجيب لها بوطه ديالها ويحطها لها في البيت ديالها. اي حاجه كتقدر تصورها في ديك البيت كيجيبها الاب، كيخلصها من جيبو، غير الا جاب شي حاجه كادويات. اذا يعني الاب كيتسلف ويتكلف. هاد النقطه كاينين اباء اللي زوج البنت الاولى ما لحق يزوج البنت الثانيه حتى خلص الكريدي ديال الاولى، مازال البنت الاولى كيخلص كريديها وراه غادي يزوج الثانيه. وكاين عاوتاني اللي زوج البنت وولدات ومازال كيخلص لها في الكريدي ديالها. هادو تقريبا غادي تكونوا عشتو معاهم وشتو، ما كاينش اللي ما عاش القضيه وشاف شي واحد اللي زوج بنته، بخصوص اللي كتلقاه الاب بوحدو كيزوج بنت ومازال الكريدي ديالها غادي، لان قلت لكم راه كاين مول الخشب كيسالو، كاين مول دوك الاتات كيسالو، كاين مول الذهب كيسالو، كاين مول الحوايج كيسالو، كاين مول الدجاج كتلقاه مازال كيسالو. وغادي لان الاب كتكون عنده واحد الحمل على ان باش انه يزوج ديك البنت كبر من انه يزوج الولد، لان الولد كيقدر يكون جايب المصروف ديالو بوحدو ولا شي حاجه بحال هكا. حنا المهم غادي نكملو مع البنت وفي هاد النقطه. المهم وزلاج الجهاز ديالها ومازال الكريدي كيتسالو. من بعد كيجينا وقت العرس، عاود ثاني الاب كيهز وكيتحمل المسؤوليه ديال انه خصو يوكل ويشرب هذوك الناس اللي جايين للعرس ديال بنته، غير انه وجد لها داك القش ديالها والجهاز ديالها وجدو، غادي عاود ثاني يخدم على انه يوكلك عباد الله اللي جايين عنده. من بعد ما انه كيوكلك عباد الله وكيزوج البنت كتمشي لها راجلها، مازال مازال اول حاجه عندهم ما يسمى بثلاث ايام، وهاد ثلاث ايام كيجي فيه الزيت، السكر، الطحين، حتى المهم قشقلها عاد كيهز. دابا راه البنت بدا راجلها، والنهار الثالث من بعد الدخله ديالها كينوض يجيب الطحين داكشي يديرو في الكارطون ويديه لدار راجلها. من بعد مازال مازال كيجي الاسبوع الاول ديال الزواج ديالها، وهنا يمكن كيجيب لها الفراخ والحمام وهذه. كاين اللي كيدير 3 اسابيع وكيمشي لها كل ساعه كيمشي لبنته، وكاين اللي كيدير الاسبوع. المهم كاين 3 اسابيع اسبوع دائما مسكن داك الاب كينوض كيهز داك القشيش ولا كيهز داك الشيء اللي ديك البركه اللي جاب الله كيديه من ديك البنت، مازال القضيه ما سالت. من بعد كيكون زواج البنت فوق الجا، الا جا مثلا قبل من رمضان بشويه ولا قبل من شعبان خصو يديها شعبان، والا جا العيد خصو يديها العيد. وبخصوص الا كان العيد كبير كيهز واحد النص ديال الخروف، واحد الرجل ماشي نص، الله نص كيدي لها الرجل ديال الفخذ ديال التمام كيدي لها. هاد الشيء تقريبا تلقاه مازال في المنطقه ديال تافيلات، هاد الشيء مازال مابقاش ديك الكسره كيفاش كان زمان. زمان كان كثير، زمان كان عادي، دابا شويه ولا هادشي ناقص. الا كتب لها الله ولدات كتولد. الاب مازال 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 خصو عاوتاني ديك الولاده يجيب لبنته وكدا فرح بها. دابا إذا كنا في المدينه فاش كتولد البنت تقدر نقولوا ان الاب ديالها كيدي لها غير كادو ولا جوج ولا ثلاثه ولا كيعطيها فلوس، ولكن هنا في المنطقه راه كيدي لها عاوتاني حوايج للولد، كيدي لها الناموس للولد، فاش غيغسلوا للولد داكشي كامل عاود كيدي لها. راه خصكم تفرقوا ما بين زعما انه راه غير كيدي شي حاجه بسيطه ولا شي حاجه اللي نقدروا نقدروها بواحد المبلغ بسيط، الحوايج اللي نقدروا نقدروهم كيوصلوا حتى 10000 درهم ولا اكثر. هادشي راه كاين في المنطقة، وهادشي راه عاشوه الناس، إلا مبقاش كيتعاش دابا راه عاشوه الناس في المنطقة ديال تافيلات. إذن زواج البنت كيكون شوية ثقيل على كاهل الأب في المنطقة عندنا، وهادي عادة من العادات ديالنا في المنطقة ديالنا، وبالخصوص ديال الزواج ديال البنت اللي أغلبية ديال الناس كيلقاوه شوية قاس. حنا في المصرفة وفي الأداء ديال مبالغ كبيرة من الأب باش أنه يزوج ديال بنته. اول حاجه هادشي كيفاش غادي يضرني انا اللي دابا مش هضع لي دابا.
دابا سميتو نسيب غادي يشوف هذا الفيديو غادي يقول لك انت العالمي صاحبي، انت قلتي هذا الكلام وهضرتي عليه ما بقى ما يصحك لا قش لا بقى ما يصحك لا قش لا والو. انت كتهضر على المستقبل ان شاء الله اللي شويه بعيد باذن الله. المهم هذه هذه الجانب الاول. الجانب الثاني السي العالمي كيفاش كيبان لك انت هذا الشيء ديال العرس ديال البنات في المنطقه ديال تفيدات؟ صراحة هذا الموضوع شوية اللي هو قاصح لأنك تهضر فيه ولا تعطي فيه الرأي ديالك، ولكن أنا اش كيبان لي؟ كيبان لي هادشي صراحة خصو ينقص، ما يبقاش بهاد الحدة ولا ما يكونش بهاد الحدة. أنك تجي مثلا كتشوف واحد الأب كيخسر على بنته واحد الخمسة ولا ستة ديال المليون غير باش يجوجها، ما بين قش ما بين عرس ما بين هادي ما بين هادي، سواء كان برجوازي ولا سواء كان هي الفلاح، لأن القضية كتكون شوية قاصحة. رغم ان الناس في البلاد كيقولوا زعما انه هذاك الشيء راه لب كيفرح ببنته وكيبغي يزوجها، ولكن راه في اشكال من بزاف الجوانب. غير نجي نشوف واحد النقطه اخرى، هي انه اذا كانت واحد البنت مزوجه هي واحد البنت في نفس الوقت مزوجين عند واحد الدار وحده، وحده جايبه شويه القش وحده جايبه بزاف، راه تيكون فرق بيناتهم حتى التعامل التصرف حتى بزاف الامور. لهذا انه يكون ينقص 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 ينقص، لان الاباء ماشي بحال بحال، ولا كان بنته مزوجه مع بنت اخرى وما كانش فحالو غادي ينوض يتكلف ويتسلف وغادي يولي كيتسالو القروض لسنين. هي الحمد لله حنا في المنطقه عندنا قليلا ما كتلقاش هذا اللي بغى يزوج بنته كيمشي يدير قرض، كيمشي غير يسلف عند الناس، والحمد لله الناس كيستجبوا له الدعوه ديالو. المهم هاد القضيه كتبان لي انا من الحوايج اللي خص الناس في البلاد عندنا يديروا يد في يد ونقصوا فيهم بزاف. ربما انه كاين في بعض القصور هذا ما كايناش ديال الزواج وداك الشيء، البنت كتنوض كتمشي تتزوج تهز مع باليزا ديالها كتمشي دار راجلها. كاينين شي ناس دابا كاينين شي شباب دابا على ما اعتقد ولاو كيديروا هذه القضيه، كيقول للبنت بغينا غير هكاك في القصور عندنا في الريصاني، كيقولوا لا بغينا حنا قادو بيتنا وهادي وهادي وطاطا. المهم هذا الشيء ولا شويه كينقص، ولكن بغينا نزيد نقص اكثر. هذا هو الراي ديالي انا في هذه النقطه. ما ليناش باش تجي تقول لي قطع ما بين نهار وليله، ما كاينش حاجه كتقطع ما بين نهار وليله، ولكن بشوي بشوي ان شاء الله غادي ينقص، الناس تبدا تنقص من هذا الشيء. المهم هذا الموضوع راه انا بغيت غير نفتحو، ما بغيتش نعطي الاصل الاهميه في الراي ديالي، ولكن بغيت انا نفتحو ونناقشو ونهضرو فيه كاملين. اذا عجبكم الموضوع ولا عجبكم الفيديو خليكم ابار من الراي ديالي، خليوها في لي كومونتير باش نعرف اذا عجبكم هذا الموضوع، باش مره اخرى ان شاء الله نشوف شي موضوع اللي حساس بحال هكا في المنطقه عندنا ونجبدوه. هاي الحاجه غير كتجبدها بعدا حتى دير عليها واحد شويه الدجاج كيكون خير، احسن من انك سكت عليها. طلعوا في راسكم، استودعكم الله، الى اللقاء.